معنا من ريف دمشق الناشط والإعلامي ياسر الدوماني المتحدث باسم الهيئة السورية للإعلام. مرحبا بك ياسر. بداية ياسر، لو تحدثنا عن التطورات في دوما قبل الدخول إلى التطورات كذلك في حرستا، يعني أسباب ربما هذا القصف العنيف الذي يشنه النظام منذ الصباح على مدينة دوما. نعم، بالفعل غارات مكثفة على مدينة دوما، غارتين جويتين أوقعت 10 جرحى معظمهم أطفال بعد استهداف أحد الأبنية بالقرب من أحد مدارس المدينة. يعني سبق للنظام أن شن غارتين أول البارحة، نتج عنهما 6 شهداء و20 جريحا معظمهم أطفال. واليوم نحن نتكلم عن غارات مكثفة ليس فقط مدينة دوما، غير العصافير قبل قليل تعرضت لغارتين جويتين نتج عنهما جرحى. بالنسبة لمنطقة حرستا، بالفعل النظام استهدف مدينة حرستا بالغازات السامة من جهة الأوتوستراد، وصلت الحصيلة النهائية لاستهداف مدينة حرستا بغاز الكلور إلى 4 شهداء و22 مصابا. هناك أعراض على المصابين، تشنج عضلي، إقياءات، غثيان، بالإضافة لبعض الاختلاجات للحالات الخطرة وتغيب عن الوعي. أيضا هناك قصف بالهاون من قبل النظام على المناطق السكنية بالقرب من الأوتوستراد عقب استهداف مدينة حرستا بالغازات السامة. حتى أن حصيلة البارحة جراء استهداف زبدين، يعني النظام البارحة استهدف بلدة زبدين، الطريق الواصل بين زبدين وحديدة الجرش، أثناء محاولة بعض الأهالي الخروج من البلدة، فوصلت الحصيلة إلى 11 شهيدا معظمهم نساء وأطفال، من بينهم أكثر من 40 جريحا جراء فتح الرشاشات الثقيلة على المدنيين من قبل حواجز النظام المتواجدة في تلك المنطقة. ربما التصعيد نعزوه للاشتباكات على جبهات العاصمة الدمشقية. طبعا البارحة تمكنت جبهة النصرة من اختراق صفوف النظام وزرع عبوة ناسفة في أحد دوريات النظام في منطقة عش الورور، مما أدى إلى مقتل عدد من عناصر الدورية التي كانت بالقرب من حاجز للنظام. أيضا حي جوبر يشهد اشتباكات، تمكن الثوار البارحة من قتل عشرات الجنود من قوات النظام. نحن نتكلم عن قتل أكثر من 20 من عناصر النظام، بينهم ميليشيات عراقية وحتى عناصر حزب الله اللبناني. البارحة بث ناشطون صورا تظهر أحد قتلى عناصر حزب الله اللبناني، وقد تم دفنه في أحد مقابر الغوطة الشرقية بعد قتله في الاشتباكات في المنطقة، وتمكن الثوار من سحب جثث القتلى العراقيين. نعم. واللبنانيين. ياسر، هل أفهم من يعني الحديث الذي تحدث به أن قوات النظام عندما يعني يشن مقاتلو المعارضة هجمات معينة مباغتة ربما تستخدم غازات سامة لوقف هذا الهجوم ووقف تداعيات هذا الهجوم الأكبر بالنسبة للنظام؟ نعم، النظام عندما لا يستطيع التصدي للثوار على الجبهات يكون رده انتقاميا على المدن الآهلة بالمدنيين، فينقل المعركة من خطوط الجبهة إلى منازل المدنيين، ويستخدم إما غاز الكلور أو معظم الأسلحة، يعني صواريخ الفيل، صواريخ زلزال، معظم الصواريخ هي صناعة إيرانية جلبتها ميليشيات إيرانية إلى أطراف الغوطة الشرقية وشرق دمشق. عندما النظام لا يستطيع وقف تقدم الثوار يستخدم سياسة الأرض المحروقة، وأيضا ينتقم من المدنيين ليضغط على القاعدة الشعبية ليجبر الثوار عن التوقف عن أي معركة. يعني مع كل قتيل يسقط للنظام على الجبهات يقوم بقتل مدنيين أطفال ونساء كرد انتقامي على الثوار. يعني اشتباك اشتباكات في حوش الفارق قتل مدنيين في زبدين، اشتباكات في جوبر قتل مدنيين في دوما. دائما الرد يكون على المدنيين بنقل المعركة من المناطق الجبهات ومن المناطق الصحراوية كحوش الفارة وغيرها إلى المناطق الآهلة بالسكان. يعني النظام لم يعد يستهدف الجبهات، لم يعد يستهدف الثوار على الجبهات، بل يقوم باستهداف المدنيين، اتخذ منحى جديد في الاستهداف وفي المجازر وفي أسلوب همجي، وحتى أنه عبر قنواته الرسمية يقوم بالتحريض ضد المدنيين ويقول أن المدن لا تحوي إلا مسلحين، بل أن بالفعل المدن تحوي 700,000 إنسان مدني معظمهم أطفال. يعني 42% من المدنيين في الغوطة الشرقية هم أطفال، فإعلامه يكذب ليغطي على جرائم النظام بالمجازر في البلدات. نعم، أشكرك جزيل الشكر ياسر الدوماني الناشط والإعلامي والمتحدث باسم الهيئة السورية للإعلام. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا برفقة.